ايش يسوي؟ بنشر طيب. بنشر؟ الله بنشرنا يا جماعة الخير، والله بنشرنا بين قصيم وبين حايل. شوف اسمع اسمع للحين قاعدين نسمع، والله والله مو طبيعي. طيب وين الشق؟ والله في شق هنا. زهير طب بحفرة، اسمع هذا انت حفرة؟ لا الا والله حفرة، انت تري خربانة. طيب شو سوي؟ انا شوف الشقوق ذي، شفتوها الشقوق ذي؟ ضربناها بقوة يا الله، هذا بدايتها. طيب احنا نبغى رافعة الحين، احنا عندنا كل شيء بس نبغى استبنة. السبيرو موجود، موجود تحت، بس المصيبة نبغى رافعة، ما عندنا رافعة. والله شكلها تأشيرة، والله شكلها تأشيرة. هذا والله شكل حوبة أهل بريدة، شافوني ما وقفت قالوا يا ولد. حمزة. طيب نوصل إن شاء الله حائل قريب، بس خلونا نخلص من سالفة. إحنا هنا الحين. بعيد ولا قريب؟ والله هذا. إيش بعيد ولا قريب؟ هذا ما في قريب ولا ترى. ما في قريب. أنت تسوي حفرة؟ والله أنت شوفها. طقني السيم اللي ده. شر آمنا بالله. لكن الراديتر لهالدرجة يهرب؟ لهالدرجة؟ والله هرب واجد. والله واجد، شوف شلون يقطر واجد. اقول الله يا ستر. يوصلنا تبوك ولا ما يوصلنا؟ عزوز شوف. يا ولد رحم الله والديك، تكفى نبي نوصل. بنوصل ان شاء الله. تكفى يا اخي، تخوف سيارتك ذي، يرحم امك. شوف يا ولد نهار صار، بينزل بيسق الزرع هناك ان شاء الله بيطلع. والله شوف يمشي. اسمع شوف بيطلع فجاه هنا رخام. شلون رخام؟ شوف شوف هنا رخام وزرع من كثر المويه اللي تنزل. والله مويه. يرحم امك. تعال 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 تعال، جات سطحه. الله جابك. طبعا حمود راقد، ما ابغى صحي، لانه والله لو صحى بتقفل معه. والله ما ابغى صحي، بتقفل 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 لا بعد درجه. فخلنا نصلح السياره ونمشي ساكتين. تعال ايش في ذا واقف؟ تعال سبيرو موجود، لكن طلعت لنا مشكله جديده. شوفوا والله كلها مرة واحدة، وتقولون لي مو عين، بقول لكم مو بعين. زيت، تهريب زيت، تخيلوا. شوفوا تقول لي مويه، لا زيت. شوفوا التهريب من وين، بوريكم اياه. ما اشوف زين مع النور، بس شوفوا هنا مع تهريب مويه مع بنشر. وزيتكم الشعر بيت شيء ثاني يصدم. شوفوا الكفر الثاني باقي له سنتي وينفجر. شوفوا مشقوق، سنتي باقي له سنتي، يعني ما اتوقع يوصلنا حتى حايل. حلو الحساء. لا مشى الحايل حبيبي، والله ما في الا مشى. ماشي حبيبي. يعني شوف المصايب ايش كثرها. مو بهذا الموضوع يا ابوي، في سياكل. اعوذ بالله. اريح من ذي. لا 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 بنمشي بنمشي بنمشي. باذن الله. بإذن شوف شلون اسود. نفط. والله نفط. ايش ذا؟ وجايني يقول لي بوديها ورشه بشيك عليها. والله اللي تعبناك. طبعا الرجال رايح الحالة مع ال شو اسمه؟ بعدين صوره. 36 دقيقة. كم باقي على الحايل؟ باقي ساعة تقريبا. نوصل أهم شيء. أكيد بتوصل، ترى سهل الموضوع يعني. أول بس يا شوفه. والكفر الثاني بينشق. يا ولد تكفى أنا طالب. إيه. وش سوي بذي؟ قطها. واللي داخل السودات. أقول والله 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 أنت وصلت أبوك. توصل. توصل توصل. في عندي قال. على كيف قال؟ والله أنت وصل بالطيب ولا بالشر، عاد بتوصل هي. طيب مطبع زيت. والله هذا اللي سوق. هذا اللي فضحنا. والله دندرنا. دندرنا. شق كفرين نهسه ما أدري. ما أدري ما رقد. سوين؟ أنا والله ما فينا. ما رقدنا. والله ما كان رقدنا. والله. طالع فيك طالع فيك، ايش فيك؟ قال
بنشر. الله يبيض وجهك والله. وفرحان انه بنشر، فرحان مبسوط، حقق احلامه. انت تبي تشوف ثلج؟ ها قم قم حسن، قم حسن، قم حسن. الله ما حنا بوجه ثلج. رفع ضغطي ذا، رفع ضغطي، بمسح بمسح. لا 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 رفع ضغطي، دخلني انا. طيب تبي مين؟ خلنا نغسل مويه الراديتر. والله ما شو اسوي. بسم الله رعب. جيب مناديل، وين مناديل؟ جيب لي مناديل. قفولنا من الطرق، الله يعطيهم العافيه ما قصروا. وفي البدايه قلنا لهم بس بنشر، بعدين هم اللي اكتشفوا الزيت. قلت ترى في زيت عندك، بعدين قالوا لي ترى في شق هناك، بعدين قالوا لي ترى عندك تهريب مويه، عندك مدري ايه. قسما بات الله، خلاص اختربت معي انا، خلاص والله اختربت معي. الله يعطيهم العافيه، والله ما قصروا. يا الله. ها ايش جيب؟ جيب منديل، في منديل فيها داخل السيارة. يلا يلا يلا. تهريب المويه ايش كثره؟ عبينا مويه جديده، وشوفوا قاعده تهرب، هذه جديده. لازم نمشي يلا، ما في وقت. ما يدرون الوقت محسوب، ما يدرون. بدلنا الكفر خلاص، احنا بس ننتظر التاير الثاني متى يودع، لان شوفوا خلاص يعني باقي له شوي بس. اقول خلينا نرجع الحسا، خلي السواقه عليه. يلا يلا ها يلا. الله يستر، هذا الكفر اللي بعد شوي بينفجر، قاعدين نستناه. تهريب المويه ايش كثره؟ عبينا مويه جديده، وشوفوا قاعده تهرب، هذه جديده. لازم نمشي يلا، ما في وقت. ما يدرون الوقت محسوب، ما يدرون. بدلنا الكفر خلاص، احنا بس ننتظر التاير الثاني متى يودع، لان شوفوا خلاص يعني باقي له شوي بس. اقول خلينا نرجع الحسا، خلي السواقه عليه. يلا يلا ها يلا. الله يستر، هذا الكفر اللي بعد شوي بينفجر، قاعدين نستناه. تهريب المويه ايش كثره؟ عبينا مويه جديده، وشوفوا قاعده تهرب، هذه جديده. لازم نمشي يلا، ما في وقت. ما يدرون الوقت محسوب، ما يدرون. بدلنا الكفر خلاص، احنا بس ننتظر التاير الثاني متى يودع، لان شوفوا خلاص يعني باقي له شوي بس. اقول خلينا نرجع الحسا، خلي السواقه عليه. يلا يلا ها يلا. الله يستر، هذا الكفر اللي بعد شوي بينفجر، قاعدين نستناه.